السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لجميع متابعينا الأعزاء من جميع أنحاء الوطن العربي. اليوم راح نتكلم عن مباراة جيدة إن شاء الله بتنال إعجابكم. هي مباراتنا ضد واحد إسرائيلي قوي، طبعا خسرنا معركة قوية ضد خصم ليفل 19. يعني هي البطولة هاي كانت صعبة شوي، بس ان شاء الله نقدر نجيب ميدالية فيها، نكملها 29 فوز ونجيب ميدالية. طبعا معركتنا ضد هذا الصهيوني New objective. الكلب، طبعا انا بكره الصهيونية وبكره الاسرائيليين، ما بحبهم اصلا، واذا شفت واحد منهم قدامي على قيد الحياة سوف اقتله. طبعا المهم، طبعا نجمع موارد من الخريطة. طبعا في ناس بيسألوني خليل انت ليش بتكره الصهيونيين، بقول له لو واحد احتل بلادك بتحبه؟ حكى لي لا، واسرائيل محتل يا بلدي، يعني انا اصلا اصلي من فلسطين رام الله، فمشان هيك واجب على كل واحد عربي مسلم انه يكره اسرائيل ويعاديها باي مكان، بايش مكان، في الحارة، بمدينة، برا، جوا، داخل، خارج، الأصل الإنسان ما يحبهم أصلا. على كل حال خلينا نرجع أجواء اللعبة وما نتكلم عن هيك أمور، لأن هاي الأمور بتزعج الناس، فمنشان هيك يعني نتغاضى عنها. المهم نكمل مباراة الجلد ونجلد هذا الخصم. طبعا في الدقيقة 4 زي ما شايفين وصار عندنا إخفاء، يعني بالدقيقة 4 جايك الموت، يعني بدك تهاجم إخفاء بسرعة كبيرة، لا إما تلعب طيران. طبعا الطيران ما بحب ألعب طيران، إنه آخر معركة طيران لعبتها قعدت ساعة كاملة وأنا بضرب وهو يضرب ونووي وطاخ وطيخ، وبعد ساعة لمات. ولكن هاي الخطة فيها إشي مش كويس، اللي هو لو إنه الخصم قدر يدمرك، أي يعني إنه يدمر جيشك، راح الخصم يتفوق عليك. كيف يتفوق عليك؟ انه راح تصير المباراة استنزاف، يعني هيصير عند عدوك ثور يبلش يستنزف فيك، يستنزف فيك، يستنزف فيك، يضرب موارد، يضرب كهرباء، يضرب مصانع. تيجي بدك تصنع طيران، انت بدك تصنع طيران، ما بتقدر تصنع طيران لان العدو مستلبسك خلاص، رايح جاي عليك بالثور ويضرب المصانع ويضرب المنشآت. طبعا هذا الحكي ما راح يفهموه اللاعبين الجدد، بس القدماء بيفهموه، انه اذا انت لعبت بدون طيران وهجومك فشل والخصم كان عنده طائرات، اللعبة راح تكون صعبة، لانه الخصم اخر مباراة لعبتها بهذا الشكل الخصم ضل يستنزف فيه مدة تقريبا 9 أو 10 دقايق ويضرب بالثور، علما لو انه ما لعب بالثور بيخسر مباراة. يعني هو الاشي الوحيد اللي بيخليك تتصارع الثور. انا عم براجع الخسارات تبعيتي، معظم الخسارات بسبب الثور، اما الجيش الارضي ما باكل همه، يعني طول ما العدو بيلعب ارض مستحيل اخسر، الا في حالات الغدر الهجوم السريع هاي صعبة. طبعا في مناوشات هي انك تقسم جيشك قسمين بعيدهم عن بعض في الاخفاء، وهي طريقة ممتازة، ودائما لا تخلي الاخفاء ثابتة، لازم تحرك الاخفاء شوي مشان الخصم يتراجع للخلف ويوزع الجلد. طبعا الخصم بتراجع، بس احنا هسه الغاز تبع الاخفاء خلص، فمن الخطر ان نكمل هجمتنا. طبعا نعمل حركة هجوم مرتدة عشان نهاجم الخصم من الأعلى. هلو 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 هلو، اضرب الخصم، ممتاز، نكمل الضرب، نكمل 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 حتى النهاية، حتى نتأكد إن الخصم انتهى وما عاد يقدر يقاوم أو يعمل إشي. طبعا العدو راح يختار يشغل من التنتين، لا إما يهاجمنا، لا إما يختار الشغلة التانية إنه يعمل الدفاع.
زي ما توقعت الخصم هاجمنا وما سوى خط دفاع، وهي حركة جريئة منه، لأن وقت تهاجم الخصم هو مهاجمك لازم تكون مأمن خط دفاع. شو خط الدفاع؟ إنك تكون حامي قاعدتك. طبعا موزع الجيش تبعنا ونحاول قدر الإمكان نصد الهجوم تبعه. طبعا الليترونيت مزعجة كثير، بديها توقع وصد الجيش تبعي، خاصة وجود الشلد يعني موضوع صعب. فنت خلاص وقعت نص الجيش، بس علما ان الجيش الثاني والخط الدفاع اللي كنت مأمنه وانا هاجم قدر يصد الهجوم. يعني لازم دائما تعمل خط دفاع مشان تحمي نفسك في حال فشل هجومك، مشان اذا فشل الهجوم ما تخسر الجيش وما تنتهي اللعبة وفيك تكمل وفيك تنتصر على العدو. حلو كثير، المعركة مستمرة والضرب مستمر، ولساتنا عم نحاول نضغط على الخصم، بس خلاص اللعبة انتهت. العدو مش عامل خط دفاع، شكله حط كل القوة تبعته كل إمكانياته في هجمة واحدة بدون ما يعمل خط دفاع، وهذا الشيء تسبب إنه يخسر المعركة بطريقة شنعة. طبعا وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسى تحط لايك والاشتراك بالقناة حتى نواصل النشر ونوصلك كل جديد. إلى اللقاء.